ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي اتم حال. وتعالوا نعمل مع بعض دلوقتي حلى سهل وسريع جدا ما بياخدش وقت من بواقي الكيك. لو عندك بواقي كيك او عندك كيكة حتى ما زبطتش معاكي ما ترميهاش، احنا هنعمل لها اعادة تدوير كده وهنضيف لها مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهتطلع بالشكل وبالالوان اللي انت شايفاها قدامك، هتعجب الكبار والصغيرين. وتقدري كمان تعمليها في اعياد الميلاد جنب الكيك، هيبقى شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين، شكلها مبهج كده. وعايزه اقول لكم الطعم حقيقي حلو جدا. بس لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد هقدمه. وتعالوا مع بعض نشوف المكونات بتاعتنا. انا كان عندي نص كيكه بالشوكولاته كده محدش كلها واتبقت مننا، ففتفتها قطع صغيره ضربتها في الكبه كده وضربتها خشن خليتها ناعمه، وحطيت عليها كوبايه من دانت الفانيليا او الشوكولاته، لا بس ده اللي كان متوفر عندي، وهو طعمها مش بيفرق قوي انا بس علشان اعمل منها عجينه. وحطيت علبة كده حليب شوكولاتة حوالي 150 ملي. طبعا الاضافات دي بترجع ليكي، ممكن تعجنيها بحليب مكثف محلى، ممكن تعجنيها كمان بمربى. وهبتدي ان انا اعجن بيها كويس كده، وممكن تضيف لها مكسرات او اي اضافات تانية، بس انا حبيت اضيف لها شوية جوز هند. احنا بنحب طعم الجوز هند في الشوكولاتة، بيبقى ميكس حلو قوي. وابتدي اعجنيها كويس كده، وهاتي صينية مفرود عليها ورق زبدة واعمليها كور كده صغيرة او متوسطة طبعا حسب الحجم اللي انتي بتفضليه، وافرديها وحطيها كده على الصينية كلها. هي عملت لي مقدار كور كتير زي ما انتوا شايفين كده، دخلتها الفريزر ترتاح ربع ساعة قبل ما اعمل صوص الشوكولاتة. انا جبت شوية كريمة لباني او كريمة الخفق في طبق كده بيخش الميكرويف، واستخدمت نص باكو شوكولاتة خام شوكولاتة مطبخ حوالي 100 جرام، وهدخلهم الميكرويف 20 ثانية بالظبط مش اكتر علشان الشوكولاتة ما تتحرقش. وطلعيها هتلاقي ان مع سخونة الكريمة الشوكولاتة كده بتدوب بسرعة. لو حسيتي ان في كتل لسه مش دايبة دخليها 10 ثواني تانية، بس في البدايه ما تكتريش عن 20 ثانيه. وانا ضفت لها كده نقطتين زيت علشان تخليها بتلمع شويه، وبقى ده القوام اللي انتوا شايفينه. بعد كده هسيح شوكولاته بيضه، والشوكولاته البيضه ليها طريقه معينه، لو دخلتيها الميكرويف احتمال كبير تتحرق منك. انا هسيحها على حمام مائي او حمام بخار، حطيت حلة على النار فيها شوية مية بتغلي وطبق فيهم الشوكولاتة البيضة، والطبق ما يكونش ملامس للمية، ويفضل يكون الطبق ازاز بس ما كانش متوفر عندي. وابتدي سيحيها كده بالمعلقة لحد ما تدوب معاكي خالص. وبعدين حطيت الطبق في مية سخنة كده في صينية فيها مية سخنة علشان يفضل سخن، وهنزل كور الكيك في الشوكولاتة وهلفها كده واحطها على ورق زبدة، وهرش فوقيها سبرينجلز كده او السكر الملون، وطبعا ده اختياري، تقدري ترشي مكسرات او جوز هند او اي حاجة تفضليها. وهكمل الكمية دي وارجع لكم. دي الشوكولاتة السودة بتاعتي، هحط فيها كور الكيك واحطها برضو على ورق زبدة، وانا هعمل الكمية كلها وهسيبها في الفريزر ترتاح مش اقل من ربع او تلت ساعة كده قبل ما زين كور الشوكولاتة البني. ده الشكل النهائي بتاعي. انا جبت مجموعة من الكور البني ودوبت شوية شوكولاتة لونها افتح او حتى نفس اللون مفيش مشكلة، وهعمل خطوط كده فوقيها، بس لازم طبعا تكون كور الشوكولاتة الاساسية ساقعة متلجة متبقاش سخنة. وهبتدي اعمل خطوط كده عشوائية واحطها برضو ترتاح في الفريزر شوية. وجبت مجموعة تانية كده من الكور، ودي انا هرش عليها كاكاو بيديها شكل حلو قوي. وجبت ورق شوكولاتة، هو بيبقى شبه ورق الكب كيك وبيبقى موجود عند مستلزمات الحلويات، وحطيت فيها كده الشوكولاتة علشان اقدمها. وبعد كده احتفظي بيهم في علبة مقفولة في الثلاجة.
ده الشكل النهائي بتاعنا، وحقيقي طعم الكيك فرق وبقى طعمه كده بالصوص الشوكولاتة اللي عليه، وكمان بالشوكولاتة البيضة وبإضافة الجوز هند والدانت اللي ضفناه، حقيقي طعمه حلو جدا وعجب ابني قوي. أتمنى تجربوها وتستفادوا من أي بواقي كيك عندك، ويا رب وصفتنا تكون عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة.